السلام لافامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحه مزيان، تمني ربي احوالكم تكون على خير وبخير، بالصحه والسلامه والهنا. اليوم بغيت نوجد كسكسو بريستيج هماوي اللي كيجي ما شاء الله. خلينا نمشيو نوجدوه مجموعين وتشوفوا الطريقه ديالو من الاول حتى التالي، وشكرا لكم بزاف. السلام عليكم، غادي نوجدو الكسكسو ديالنا. دابا عندي البنات هذه حبه ديال البصله كبيره مقطعه، هنا غادي نعطرها بحال اللي غنعطر الكسكسو ديالي، حيت هذه غادي ندير لها الزبيب، غادي نديرها تفاية. عندي هنا خيزو الحمص، هذا سمن، وهذه الزيت، وهذا كاس دما فيه الزعفران شارة، وهذا القياس ديال اللحم اللي غادي ندير انا وعائلتي، وحبة البصلة مشلضة صغيرة. هذا كسكسو البنات. غادي ندير السمن الحار، غادي نديرو في التفايه، وغادي نديرو في الكسكسو، غادي نجبد العطريه ديالي. عندي الخرقوم، عندي سكينجبير، عندي الإبزار، ها هو، عندي الملحة، عندي هنا القصبر، قصبر يابس، ودابا غادي نزيدو شويه القرفه. اللي عنده عوادي يديرها، واللي ما عندوش عوادي يديرها غبره. انا غادي نديرها غبره. القرفه البنات راه عندي بلديه، غندير شويه هنا وغندير حتى شويه هنايا، حيت البنات حتى هنايا غادي ندير خيزو، وخاصو تجي فيه البنه ديال القرفه. غادي نضيفو الزيت، وغادي نضيفو متقلاوه البنات، عاد غادي نضيف الكاس ديال الزعفران، غادي نضيف شويه هنا وشويه هنا البنات، وعاد غادي نمرق وغنضيف الخضره ديالي وندوز معكم باش تشوفوا الكسكسو ديالي. البنات غادي نضيف الزعفران، حيت راها تقلات، ودابا عندي هنا القرعه حمراء البنات، هنا في البرمه عندي القرعه حمراء كتفور، راها طابت، غنزولها وغادي نخليها تستا، وعاد نعسلها معاكم حتى غنديرها في الكسكسو. قطعتها طريفات صغار، غسلتها ونبقيت قطعتها طريفات صغارين ودرتها تفورات باش غادي نعسلها، وغنوريكم الطريقه ديالها ان شاء الله من الاول حتى التالي كيفاش غادي ندير ليها. دابا غادي نضيفو الحمص والخيزو ديالنا، نقادوهم بحال هكا، وغادي نخليوهم حتى يطيبوا هنايا، وغادي نفور جوج تفويرات ديال الكسكسو هنا في علمه، والثالثه عاد نديرها البنات ونفور عليها، ندير المرقه ونفور عليها ان شاء الله الكسكسو. بالنسبه لهذه انا نهز الزبيب، غادي نغسلو مزيان وعاد نضيفو عليه. المهم كملوا معايا الطريقه من الاول حتى ان شاء الله. دابا هو الكسكسو ديالي كنغسلو بالماء مزيان، كنصفيه وكنخلي داك الشويه الماء اللي كيبقى فاسد فيه كنخليه حتى كيشربو مزيان، وعاد تنحلو وتنضيف عليه شويه ديال زيت المائده هكا من الفوق. ها هي، سمحوا لي ما وريتها ليكمش فاش كنت كنسقي ليها. ضروري البنات كنديرو زيت المائده، عاد تنديرو يتفور باش ما تتعجنش. ها انتوما
تنحكو بين يديا مزيان هكا حتى كيكلبس ليا ديك زيت المائده، عاد كنديرو في كسكاس وكنديرو يتفور. دابا غادي نضيفو باش يتفور، سمحوا لي انا كندير غير شويه غير على قدر عائلتي، راكم عارفين كسكسو كيبغي الجمعيه واللي ما عندوش الجمعيه راه ما عنده منين يجيبها، كيدير على قدو والسلام. هادشي اللي كاين البنات. القرعه الحمراء ها هي شوفوها راها تفورات وحيدتها باش تسقطر ليا شويه من الماء، عاد نضيفها نغسلها معاكم ان شاء الله، وانا غنوريكم الطريقه ديال التغسيل ديالها، ونبقاو حتى نتلاقاو ان شاء الله، بقاو معايا حتى نعاود نتلاقى معاكم ان شاء الله. ضروري من الملحه وتنديروا عليه هكا بحال هذا الشكل البنات، ها نتوما وتنحلو غير بشويه، وكنقرش الشرشيشه وندوز فيه يدي حتى كيبرد وكيشرب ليا قياس الماء، وكنغطيه وتنخليه حتى عاوتاني كنديروا التفويره الثانيه، ونتلاقى معكم ان شاء الله باش تشوفوا التفويره الثانيه. راه ما غاديش نوريها لكم، غادي نخليه يشرب واحد شويه تمن شي 30 دقيقه، نخليه يرتاح ويشرب الميه اللي غندير ليه، وغنعاود نفورو التفويره الثانيه وغنعاود نحطو يرتاح، وغادي نوريكم الطريقه التاليه باش كنبغي نفورو. كنضيف ليه ضروري واحد شويه ديال الزيت البلديه زيت العود، اللي عنده زيت العود تيديرها، اللي ما عندوش زيت العود تيدير السمن ولا تيدير داكشي اللي بغا، ضروري باش كيجينا كسكسو ديالنا رطب وزوين. وشكرا للبنات وها نتوما معايا. ها هي درت القرعه، ها هي تسقطرات من الماء، غادي نعكها هكا هادي خاصها تنعك مزيان بحال هاد الشكل. نتوما كتمعكو نتوما كتقلبو الجناب لا يكون فيها شي طريف هكا يا مازال. دابا ها هي غادي نضيف ليها، الا كان عندكم العسل ضيفوا معلقه د العسل وشويه القرفه، ما كانش عندكم العسل ضيفوا سكر سنيده، ضيفوا القرفه وسكر سنيده، وانا غنوريكم ان شاء الله حتى التالي شنو. غادي تمام معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، غير معلقه وحده البنات، معلقه ونص ديال السكر سنيده، الا درتو الكبيره ديرو غير معلقه ممتلئه، درتو الصغيره ديرو معلقه ونص. وهذا البنات نسيت ما وريتكمش، راكم شفتوه ولكن ملي ما قلت لكم شنو هو، هذا القرنفل، قرنفل البنات. درت ثلاثه ديال الحبات، وغندير معلقه صغيره ديال القرفه. صافي دابا غادي نعسل القرعه ونرجع معكم باش تشوفوها كيفاش رجعت للتغسيل ديالها. دابا البنات ها هي القرعه تغسلات، ها نتوما راه ما كتبقاش فيها قطره واحده د الماء، راه ملي كنديروها تقلى كتبقى تطلق الماء، بقاو تحركوها حتى كتنشف، ها كتنشف ما كتبقاش تطلق قطره واحده. ها نتوما ان شاء الله كيفاش جات لونها كيفاش نرجع فاش تغسلات، وكتجي ما شاء الله بداك المذاق ديالها ديال التغسيله اللي درتها قدامكم، كتجي واحد المذاق رائع، وكنتمنكم تجربوها ان شاء الله يا ربي، ذوقوها وكردوا عليا واش كومونتير زوين بحالكم. شكرا لكم. نضيف عليها زيت الزيتون مزيان البنات هكا، وغادي نلبسوها هكا بيديا حتى غادي يتسامج مع هاد زيت الزيتون، وغادي نديرو في الكسكس ان شاء الله، ونفور التفويره الثالثه، ونتلاقاو ان شاء الله باش تشوفوا ان شاء الله الحطه ديال الكسكسو ديالي تزين. الثالثه اللي صافي سالينا، دابا غادي نحل الكسكسو وغادي نجيب الطبسيل باش غادي نسقي معكم ان شاء الله، وغتشوفوا الكسكسو ديالي كيفاش جا اليوم، وتكتبوا شي كومونتير زوين بحالكم، راه ملي كتخليو لي كومونتير زوين كتفرحوني، الله يفرحكم والله يسهل عليكم وعلى جميع المسلمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، غادي نحطوا الغدا ديالنا، هذا اللون
وهذاك السمان غنخليه مزيان. وبسم الله غادي نحط الغدا ديالي. ها هو التفايه ديالي وجدات شتوها. دابا غادي نبداو نحطو الحيمه بعدا هي الاولى. بسم الله كنقادوها في الوسط باش تجينا في الوسط. وغادي نبداو نزلو غير شويه غادي نقاد الحموص ورجع معاكم باش ما نطولش عليكم الفيديو. غادي نجيب خيزة ديالي ها هو حتى هو راني درت ليه شويه القرفه مع مريقه معلقه صغيره ديال السكر سميد غير معلقه ولا العسل ما تكونش ممتلئه غير شويه. وغادي نقادو هكا شي مول صغيور ولا شي مول سيليكون شي حاجه ديروا فيها بحال هكا الشكل هكايا وحطوا هانتهايا. دابا غادي ندير التفايه هنا في الوسط ونتلاقى معاكم. حطيتها هنا في هاد الجنيبات اللي بقاو خاويين ما بين الكرعه. ودابا غادي نكمل ان شاء الله ورجع معاكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالو كيفاش داير. هذا هو الشكل النهائي ديال الكسكسو ديالنا. شوفوا ما شاء الله كيفاش جا لا في الحطه ولا في المنظر راه ما شاء الله كيجي بريستيج كيجي هماوي. وإلا كانوا جايين عندكم شي ناس ديروا جربوا وتبعوا الطريقة ديالي وشوفوا واش غادي يقول لكم. إن شاء الله راه كيجي ما شاء الله لا في مذاق ولا في الحطة ولا في كل شيء كيجي رائع. نتمنى اللي يعجبوا الفيديو واستمتع به ما ينسانيش من لايك وبارطاج. بارطاجوا لي الفيديو مع عائلاتكم باش القناة ديالي إن شاء الله تشاف وتكبر. وكما القناة ديالي راه ديالكم الله ينوركم الله يطول عمركم والهلا يخطيكم. بلا بيكم راه ما كاين والو. بالنسبه لي اول مره كيشوف القناه يدير لايك وابوني فعل الجرس باش يوصلو ان شاء الله كل جديد مزال تقوم المزيد اكثر واكثر. واللي دخل القناه مرحبا والف مرحبا راه ولا واحد من العائله وشكرا لكم. الهلا يخطيكم.